قام المجلس الوطني للشباب بمحافظة قنا بعقد ندوة تثقيفية للعاملين بالوحدات المحلية لمراكز ناجي حمادي والوقف وقفط على مدار 3 أيام، وذلك ضمن سلسلة ندوات حياة سليمة للتعرف على مخاطر الإدمان وكيفية العلاج والوقاية منه، بالتعاون مع محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي ووحدة السكان بالمحافظة برعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارتي الأوقاف والصحة والسكان وصندوق مكافحة الإدمان ووزارة التنمية المحلية. تقرير محمود دغيان. الإدمان وتعاطي المخدرات هي أخطر مشكلات المجتمع والتي تصيب الوطن في قدراته ومقدراته، وأولها الشباب والنشء. ولأن تلك المشكلة هي في الأساس مشكلة ترتبط بالثقافة والوعي، تتحرك مؤسسات المجتمع بكافة أطيافها لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية القضاء على تلك المشكلة وكيفية الوقاية منها والحفاظ على الشباب وتوعيتهم قبل وقوعهم فريسة في شباك معدوم الضمير. ومن أبرز تلك المجهودات المبذولة ما تتعاون فيه مؤسسات الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هدف واحد، وهو إنقاذ مستقبل الوطن من أخطر ما يهدد مستقبله. كان بصدد عمل ندوة توعوية لأهالي مركز ومدينة قفط بشأن موضوع مخاطر الإدمان والتوعية من مخاطر التوحيد للفرد والمجتمع من الإدمان. شرفنا النهاردة كان في الندوة السادة المجلس الوطني للشباب بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتحت رعاية وزارة التنمية المحلية ومحافظة قنا لعمل هذه الندوة للتوعية بالمخاطر اللي بتحيط بمجتمعنا وبتحدث به. تم التعريف بالإدمان وطرق العلاج منه. أوضح الدكتورة مشاركة من مديرية الصحة ووحدة مكافحة والسادة الأفاضل اللي هم من وحدة مكافحة الإدمان عن موضوع التغيرات اللي هي بتطرا على الفرد وبتؤدي إلى فقدان الجهاز المناعي للفرد وما يترتب عليه من سلوك لا أخلاقي. تكلمنا عن الحشيش وتأثيره، وتكلمنا عن الأنواع اللي بتأثر على الجهاز التنفسي وإزاي عن طريق التنفس والجهاز التنفسي ينقسم لاثنين وتأثيرها، لأن الجهاز التنفسي الفعصات الهوائية بتسد وبتلبسد الأكسجين وأضرارها جامدة على الجهاز التنفسي. في منها من المخدرات ما بيتاخد على عن طريق الوريد، ده الأخطر لأن ده بيدخل على الدورة الدموية على طول. في الكافيين وفي الحشيش وفي الحاجات دي بتأثر على الكبد، ويعتبر المايسترو بتاع الجسم اللي بيظبط لي يخلص السموم من الجسم، وبيأثر على الكلى اللي بتقوم بعملية الفلترة، بيأثر على الخلايا العصبية والمخ. اتكلمنا عن حاجات كتيرة من هي بحيث ان هم يعرفوا تأثيره على الحالة النفسية او المزاجية، تأثيره من ناحية الشخص على الفرد وعلى المجتمع، اضراره على المجتمع.